والحقيقة يمكن من الدور المجتمعي الرائع اللي بيلعبه النادي الأهلي وعلى هامش هذا الإطار، النهاردة الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي لنادي الأهلي استقبل كابتن محمود أبو رجيلة نجم نادي الزمالك الأسبق ونائب رئيس رابطة قدامى اللاعبين داخل النادي الأهلي، طبعا في حضور الكابتن أحمد شوبير وكابتن ربيع ياسين ومحمد الجرجاوي. بدوره أهدى دكتور سعد شلبي درع وعلم النادي للكابتن محمود أبو رجيلة، الحقيقة اللي كان استقباله أكتر من رائع ولفتة طيبة من النادي الأهلي بشأن الاهتمام والأخذ في عين الاعتبار بأحوال النجوم السابقين واللاعبين القدامى، واللي أكيد النادي الأهلي لا يدخر جهدا أو أي شيء الحقيقة في سبيل مد يد العون لرابطة اللاعبين القدامى. الحقيقة رابطة اللاعبين القدامى لها دور مهم جدا 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 في عدد كبير من المساهمات اللي بتحصل خلال الفترة السابقة، لأنه زي ما حضراتكم عارفين يمكن لعيبة الكرة إن الناس متخيلة، أنا مش عايز أتكلم في الموضوع ده لأن الحقيقة الناس بتبقى شايفة إن لعيبة الكرة بياخدوا فلوس كتير وكذا وكذا، ولكن الموضوع كبير يا جماعة، الموضوع أكبر من كده، هنعمل له حلقات وحلقات خلال الفترة اللي جاية، ولكن دور رابطة قدامى اللاعبين الحقيقة دور مهم جدا جدا، وكابتن محمود أبو رجيلة رمز كبير من رموز كرة القدم المصرية ونادي الزمالك، وواحد من الناس الحقيقة اللي الناس كلها بتحبه، كابتن محمود أبو رجيلة واحد من الناس اللي كل الوسط الرياضي بيحبه وبيحبه حب من قلبه الحقيقة، فعشان كده كابتن محمود أبو رجيلة نجم كبير ونجم عظيم وسيظل دائما في قلوب كل كرة القدم أو كل المسؤولين في الرياضة وكل جمهور الرياضة المصرية. طيب عندنا النهاردة زي ما حضراتكم متعودين معنا تقرير عن آخر الأخبار المحلية والعالمية، ومن بعد هذا التقرير فاصل، ومن بعد الفاصل